أحبائنا طلبة الصف الثالث الثانوي التجاري، أسعد الله أوقاتكم. كنا قد بدأنا في دروس ماضية بدراسة حسم الديون، فدرسنا سويا حسم الديون ثم الديون إذا كانت الفائدة تدفع بأجزاء السنة، ثم تعرفنا على كيفية حسم السندات لدى المصرف. وسوف نجري اليوم مراجعة لمعلومات هذا البحث من خلال حل تمارين مختارة من تمارين تقييم المعلومات النظرية للوحدة، فابقوا معنا. تقييم المعلومات النظرية للوحدة. تمرين واحد. اشترى تاجر بضاعة ودفع نصف ثمنها نقدا وحرر بالباقي سندا قيمته الإسمية 66,550 ليرة سورية. يستحق السداد بعد 3 سنوات. فإذا علمت أن معدل الفائدة المركبة 10% سنويا، المطلوب إيجاد ثمن البضاعة التي اشتراها التاجر. الحل: نكتب معطيات المسألة. VN يساوي 66,550، N يساوي 3، I يساوي 10%، V يساوي مجهول. V يساوي VN بواحد زائد I هو ناقص N. نعوض في معطيات المسألة. V يساوي 66,550 ضرب 1.10 هو ناقص 3، أي V يساوي 50,000، وهو ثمن نصف البضاعة. فيكون لدينا V يساوي 2 ضرب 50,000 يساوي 100,000، وهو ثمن البضاعة. أحبائنا الطلبة، في نهاية كل تمرين من التمارين الموجودة في تقييم المعلومات النظرية للوحدة نلاحظ وجود التقييم الذاتي. فما هو التقييم الذاتي وما الهدف منه؟ التقييم الذاتي هو عبارة عن نشاط يهدف لإرشاد الطالب لخطوات الحل ثم تقييم مدى فهم الطالب ومقدرته على تطبيق تلك الخطوات بهدف معرفة نقاط القوى والضعف لديه لكي يتمكن فيما بعد من تجاوز نقاط الضعف. دليل تقييم الأداء: تعليمات للمتدرب. أولاً، استخدم دليل تقييم الأداء هذا كدليل إرشادي بعد تنفيذك للعمل. ثانياً، لكي تجتاز هذا التمرين بنجاح، يجب تأشير جميع الخطوات الواردة بكلمة نعم، ما عدا الخطوات التي لا يمكنك تطبيقها. ثالثاً، إذا كانت هناك خطوة لا يمكن تطبيقها، فضع مقابلها إشارة X في حقل غير قابل للتطبيق، ويكون جدول التقييم الذاتي للتمرين الأول على الشكل الآتي: خطوات الأداء المطلوب: نعم، لا، غير قابل للتطبيق، تحديد معطيات المسألة، تحديد القانون المناسب، التعويض بالقيم المعلومة، حساب القيمة الحالية للسند، حساب قيمة البضاعة. تمرين 2.
سند قيمته الإسمية 200,000 ليرة سورية، يستحق السداد بعد 5 سنوات. قسم الآن بمعدل فائدة مركبة 6% سنويا. المطلوب: أولا، أوجد القيمة الحالية لهذا السند. ثانيا، أوجد قيمة الحسم بين قوسين الحطيطة الحقيقية. الحل: لحساب القيمة الحالية نكتب المعطيات VN يساوي 200,000 ليرة سورية، I يساوي 6%، N يساوي 5، D يساوي مجهول، و V يساوي مجهول. نكتب قانون القيمة الحالية: V يساوي VN بواحد زائد I هو ناقص N، أي V يساوي 200,000 بواحد فاصلة صفر ستة هو ناقص 5، أي V تساوي 149,451.63453573، وتساوي تقريبا 149,452. الحطيطة: دي يساوي في ان بواحد ناقص واحد زائد اي هو ناقص ان، اي دي يساوي 200,000 بواحد ناقص واحد فاصلة صفر ستة هو ناقص 5، اي دي يساوي 50,548.36542، وتساوي تقريبا 50,548. أو بطريقة أخرى، دي يساوي في إن ناقص في، دي يساوي 200,000 ناقص 149,452، فدي تساوي تقريبا 50,548، وهو نفس الجواب السابق. تمرين 3: محمد مدين بالديون الآتية: 30,000 يستحق السداد بعد 4 سنوات. مجهول يستحق الدفع بعد 6 سنوات. اتفق مع الدائن على حسم الديون بمعدل حطيطة حقيقية 6% سنويا، حيث سدد في ذلك التاريخ مبلغاً وقدره 59,000 ليرة سورية. المطلوب: حساب القيمة الإسمية للسند الثاني. الحل: نكتب معطيات المسألة: VN1 يساوي 30,000، N1 يساوي 4، و I يساوي 6%، VN2 يساوي مجهول، N2 يساوي 6، و V يساوي 59,000. ثم نكتب قانون القيمة الحالية: V يساوي V1 زائد V2، أي V يساوي في ان واحد في واحد زائد اي هو ناقص ان واحد زائد في ان اثنين في واحد زائد اي
هو ناقص ان نعوض معطيات المسألة، نجد 59,000 يساوي 30,000 ب1.06 قوة ناقص 4 زائد في ان 2 ب1.06 قوة ناقص 6. 59,000 يساوي 30,000 ب1.06 قوة ناقص 4 زائد في ان 2 ب1.06 قوة ناقص 6. 59,000 يساوي 23,762.81 زائد في ان 2 ب1.06 هو ناقص 6، أي 59,000 ناقص 23,762.81 يساوي في ان 2 ب1.06 هو ناقص 6، أي 35,237.19 يساوي في ان 2 ب1.06 قوة ناقص 6، ففي ان 2 يساوي 49,984.627,6259 ويساوي تقريبا 49,985، وهي القيمة الإسمية للسند الثاني. تمرين 4. التاجر سمير مدينا بسند قيمته الإسمية 200,000 ليرة سورية، تم حسمه الآن بمعدل فائدة مركبة 5% سنويا، فبلغت قيمته الحالية 172,767.52 ليرة سورية. المطلوب إيجاد المدة الباقية لاستحقاق السند. الحل: نكتب معطيات المسألة، في ان يساوي 200,000، اي يساوي 5%، ان يساوي مجهول، في يساوي 172,767.52. نكتب قانون القيمة الحالية، في يساوي في ان ب1 زائد اي قوة ناقص ان، ثم نعوض بمعطيات المسألة 172,767.52 يساوي 200,000 ب1.05 هو ناقص ان، أي 1.05 هو ناقص ان يساوي 0.86388376. وبتطبيق قواعد اللوغاريتمات على الطرفين، نجد لوغاريتم 1.05 قوة ناقص ان يساوي لوغاريتم 0.86388376، أي ناقص ان بلوغاريتم 1.05 يساوي لوغاريتم 0.86388376، أي ناقص إن يساوي لوغاريتم 0.86388376 على لوغاريتم 1.05، أي ناقص إن يساوي ناقص 3، فإن تساوي 3 سنوات وهو عمر السنة.
تمرين 5. قسم سند بمعدل حطيطة حقيقية 12% سنويا لمدة 8 سنوات، فبلغت قيمته اليوم 19,506.0737 ليرة سورية، علما أن الفائدة تضاف كل 4 أشهر. المطلوب حساب القيمة الإسمية للسند. الحل: نكتب معطيات المسألة V يساوي 19,506.0737، N يساوي 8، I يساوي 12%، M يساوي 12/4 ويساوي 3، VN يساوي مجهول. نكتب قانون القيمة الحالية في حال إضافة الفائدة أكثر من مرة في العام، أي V يساوي VN بواحد زائد I على M هو ناقص N ضرب M. نعوض معطيات المسألة: 19,506.0737 يساوي VN بواحد زائد 0.12/3 هو ناقص 8/3. يساوي VN ضرب 0.39012147443، أي VN يساوي 49,999.999615 ويساوي تقريبا 50,000 ليرة سورية. تمرين 7. توفي سالم عن تركة قدرها 824,000 ليرة سورية، تاركا ابنتين وابنا أعمارهم على التوالي 9، 12، 14، وجاء في الوصية أن يتبرع بمبلغ 20,000 ليرة سورية لبناء مستوصف، ويقسم الباقي بحيث إذا وظفت حصة كل منهم في المصرف بمعدل فائدة مركبة 9% سنويا، كانت حصة الابن تعادل حصة البنتين معا عند بلوغ سن الرشد 18 سنة. فإذا علمت أن ضريبة التركات بلغت 60,000 ليرة سورية، المطلوب أولا حساب حصة كل منهم عند بلوغ سن الرشد، ثانيا حساب حصة كل منهم بتاريخ وفاة الأب، قرب الناتج مرتبتين عشريتين. الحل: المبلغ بعد اقتطاع الضريبة 824,000 ناقص 20,000 ناقص 60,000 يساوي 744,000، وهو يمثل المقدار المتبقي للورثة. حصة كل بنت VN، حصة الابن 2VN،
البنت الأولى إن واحد يساوي 18 ناقص 9 يساوي 9. البنت الثانية إن 2 يساوي 18 ناقص 12 يساوي 6. الابن إن 3 يساوي 18 ناقص 14 يساوي 4. I يساوي 9%. V يساوي 744,000. لحساب الحصص عند بلوغ سن الرشد، V يساوي VN1 ب1 زائد I هو ناقص N1 زائد VN2 ب1 زائد I هو ناقص N2 زائد VN3 ب1 زائد I هو ناقص N3. 744,000 يساوي VN بواحد فاصلة صفر تسعة هو ناقص تسعة زائد VN بواحد فاصلة صفر تسعة هو ناقص ستة زائد 2 VN بواحد فاصلة صفر تسعة هو ناقص أربعة. 744,000 يساوي 0.46 VN زائد 0.60 VN زائد 2 ضرب 0.71 VN. 744,000 يساوي 1.06 VN زائد 1.42 VN. 744,000 يساوي 2.48 VN. أي VN يساوي 744,000 على 2.48 ويساوي 300,000 ليرة سورية، وهي حصة كل بنت عند بلوغ سن الرشد. أي 2 VN يساوي 2 ضرب 300,000 ويساوي 600,000، وهي حصة الابن عند بلوغ سن الرشد. لحساب الحصص بتاريخ وفاة الأب، V1 يساوي VN1 ب1 زائد I هو ناقص N1، أي V1 يساوي VN ب1.09 هو ناقص 9 ويساوي 300,000 ضرب 0.46، أي V1 يساوي 138,000 ليرة سورية. حصة البنت الأولى. في 2 يساوي في ان 2 ب1 زائد اي هو ناقص ان 2، في 2 يساوي في ان ب1.09 هو ناقص 6، في 2 يساوي 300,000 ضرب 0.60، اي في 2 يساوي 180,000 ليرة سورية، وهي حصة البنت الثانية. V3 يساوي VN3 ب1 زائد I هو ناقص N3، V3 يساوي 600,000 ب1.09 هو ناقص 4، في 3 يساوي 600,000 ضرب 0.71، ففي 3 يساوي 426,000، وهي حصة الابن. وللتأكد
من صحة الحل نجمع الحصص بتاريخ وفاة الأب أي 138,000 زائد 180,000 زائد 426,000 يساوي 744,000. نلاحظ أن مجموع حصص الأبناء بتاريخ وفاة الأب يساوي مبلغ التركة بعد اقتطاع الضرائب، فالحل صحيح. تمرين 8. يملك عامر سنداً قيمته الإسمية 200,000 ليرة سورية، يستحق الدفع بعد 5 سنوات. قدمه للمصرف الذي يتعامل معه لحسمه بمعدل 6% سنوياً، ويتقاضى المصرف عمولة 1 بالألف ومصاريف تحصيل 0.5% من قيمة السند. المطلوب: 1. حساب مقدار الحطيطة. 2. معدل الأجيو. الحل: دي يساوي مجهول، إن يساوي 5، I يساوي 6%، VN يساوي 200,000. الحطيطة: دي يساوي VN بواحد ناقص واحد زائد I هو ناقص N، أي دي يساوي 200,000 بواحد ناقص 1.06 هو ناقص 5، أي دي تساوي 50,548.36542 وتساوي تقريبا 50,548. العمولة: 200,000 ضرب 1/1000 ويساوي 200 ليرة. مصاريف التحصيل: 200,000 ضرب 0.5/1000 يساوي 100. الأجيو يساوي الحطيطة زائد العمولة زائد مصاريف التحصيل، أي الأجيو يساوي 50,548 زائد 200 زائد 100 ويساوي 50,848. وتكون القيمة الحالية الصافية 200,000 ناقص 50,848 يساوي 149,152. لحساب معدل الأجيو نكتب المعطيات الجديدة للمسألة: V يساوي 149,152، N تساوي 5، I تساوي مجهول، VN يساوي 200,000. VN يساوي V بواحد زائد I هو N. نعوض في معطيات المسألة: 200,000 يساوي 149,152 ضرب 1 زائد I هو 5، أي 1 زائد I هو 5 يساوي 200,000 على 149,152. وباستخدام خواص القوى نجد 1 زائد I يساوي 200,000 على 149,152
قوى 1/5 أي 1+i يساوي 1.06042554994 وبالتقريب 1+i يساوي 1.0604 فi تساوي 0.0604 فi تساوي 6.04% وهو معدل الأجيو. تمرين 10. اقترضت شركة المروج للعطورات مبلغا من المال بمعدل فائدة مركبة 5% سنويا، وجاء في العقد أن يسدد القرض على 3 سندات متساوية بالقيمة الحالية. تستحق السداد بعد 2-3-5 سنوات، فإذا علمت أن القيمة الإسمية للسند الثاني بلغت 115,762.5 ليرة سورية، المطلوب 1- حساب قيمة القرض، 2- إيجاد القيمة الإسمية للسند الأول، 3- إيجاد القيمة الإسمية للسند الثالث. الحل: نكتب معطيات المسألة. V يساوي مجهول، VN1 يساوي مجهول، N1 يساوي 2، VN2 يساوي 115,762.5، N2 يساوي 3، VN3 مجهول، N3 يساوي 5، I يساوي 5%. نحسب القيمة الحالية للسند الثاني. V2 يساوي VN2 ب1+i هو ناقص N2، نعوض معطيات المسألة. V2 يساوي 115,762.5 ضرب 1.05 هو ناقص 3، أي V2 يساوي 100,000 ليرة سورية، ولكن السندات متساوية بالقيمة الحالية، أي V1 يساوي V2 يساوي V3 يساوي 100,000 ليرة سورية، وبالتعويض بمعادلة القيمة الحالية نجد أن V يساوي V1 زائد V2 زائد V3، أي V يساوي 100,000 زائد 100,000 زائد 100,000، أي V تساوي 300,000 ليرة سورية، وهي قيمة القرض. لحساب القيمة الإسمية للدين الأول، VN1 يساوي V1 V1 زائد I أس N1، VN1 يساوي 100,000 ب1.05 أس 2، فVN1 يساوي 110,250، VN3 يساوي V3 ب1+i أس N3، VN3 يساوي 100,000 ب1.05 أس 5، فVN3 يساوي 127,628.156، وهي القيمة الأسمية للدين الثالث. أحبتي الطلبة، في نهاية هذا البحث نأمل أن نكون قد وفقنا فيما درسناه سويا، وأن نكون قد استطعنا وإياكم
شرح مفهوم حسم الديون بشكل كامل، على أمل اللقاء بكم في دروس قادمة، وإلى اللقاء.